وفرض الحج بخلف فاسمعه. الصحيح والله أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور في السنة العاشرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق على الحج، وأذن في الناس بألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، وهدمت الأصنام، وهيئت مكة لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار كانوا يطوفون عراة إلا أهل مكة، والذي يريد أنه لا يطوف عريان يستعير ثوب من ثياب أهل مكة، جاهلية كفر وضلال، ويصنع ما يصنع من تغيير عبادات وكذا.